هلا الابيض علي يا عمي ابو الفخر مثل الجبن يا الفت خرج المخلى الابيض علي يا ابو عشاش لك مين هالحرمة اللي ماشي مع رشدي؟ والله يمكن رويدة. لوين رايحين يا ترى؟ يلا اختي عاوزة شي؟ سلام قلبك. امتى اجي اخذك؟ بعد شي ساعة منيح. ان شاء الله. بخاطرك. مع السلامة. مرحبا عقيد. اهلين ابو عجاج شلونك؟ الحمد لله داعي لك. طمني شلون الشغل بالحاصي؟ مستورة والحمد لله. ليك ابو عجاج بدك تدير بالك منيح، هي اماني والاماني صعبه. ولا يهمك عقيد انا بعجبك. ابو ضاي ترباية ابوك الله يرحمه. تعيش. يلا عاوز شي؟ سلامتك عقيد. الله يسلمك. إذا بدك أي شيء تجي لعندي بك. كفو والله عقيد، أنت قد وقدود. السلام عليكم. الله معك. ابن عمي، أنا ما بدي حدا بالحارة يجيب معدلنا بالعاطيل. يعني شو بدهم يقولوا هو بنت الدويلاتي عم تروح وتجي وتخفي على كيفها؟ يا باطل. لك انت متأكد انك شفتها فاتت على بيت عمتي ام وضاح؟ لك انا شلون؟ يعني بلا منقودية رايحة على البيت والبيت ما في حدا، بقى شو رايحة تساوي هنيك؟ ما بعرف، علي دي الحلال رح بتجنني هالرويدة، لك رح بتطق لي عقلي. الناس بلا للناس يا ابن عمي، يعني مين ما شافها رايحة بدي اظن فيها بشكل ملون ولا انا غلطان؟ لا ابن عمي ما انا غلطان، لك علي الحلال انت غيران علي وعلى شرفي وعلى عرضي وعلى كرامتي اكثر مني، بخاطرك. طب محجوب يستر على عرضك. هي حربة مكسورة، احكي مع حبر منيحة. منيح؟ لك أنا منيحة، أنا منيح، لك هي ما عاد يزبط معها غير الذبح. شيك عم تساوي؟ لا يا عبدو لا يا ابني لا ليش هيك؟ فوتي متي على بيتك فوتي وسكر الباب. تعال معي عمي على المضافة. تعال عمي الله يوفقك خليني اخذ اختي وروح. لا قلك على المضافة. تعال 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 بدها تسقيلهم زريعة وتشطفلهم أرض ضيق. ايه عجبك؟ اسمعي يا مو شو بدي لك. شو يا مو؟ أخوك صفوان بده يتجوز رويدة. صفوان؟ شيخ
هلا شوفي يا اشكان، اختك راحت لبيت عمتها بغيابها وشطفت لهم البيت. يا عمي ابو لطفي الله يوفقك ويرضى عليك، اختي من بيتنا ما بيصير تطلع من دون اذني. اشكان هيك اختك ما اجت لوحدها على البيت، اخوك رشدي هو اللي جابها. انا شفته لو كان عقيد، لو كان شو هالحكيات؟ اختي ما بصير تفوت على بيت ما في حدا، بدك الناس تجيب معدلنا. ابن عمك صفوان هو اللي معبي لك راسك هو. لا 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 صفوان ما دخلوا. لا دخلوا، انا شفته عم يلاحقهم من بعيد لبعيد. لعنة الله عليه هذا صفوان، طوال عمره ما حضر فتنة وشر. الفتنة تو اشد من القتل يا ابني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك انت ليش عم تضرب اختك؟ لك اسكت ولا انا عم قلت لك اسكت. عم اسكت يا جماعة. وعجاج طول بالك. عمرك عقيد. ربي يا سيدي. شغمال الله سامحيني. لا أخي لا، أنت ما دخلك، ما لك ذنب اللي صار. بلا الحق علي، أنا ما خليتك تقولي لعبده أنه بدك تجي لهون. لا تقبرني لا، أنت ما لك دخل. هو عبده قلبه معبى علي، هو وفيقه وبيت عمه. طب من شان شو؟ ما أعرف. قومي يا أختي قومي. رويدا، شو رأيك نعيش أنا وياكي هون ببيت عمتك؟ هيك وهيك البيت فاضي. لا أخي لا، ما بترك امك واختك تحت رحمة هدول الانجاس. لا اي والله معك حق. يلا اختي قومي اطلعي البسي ملايتك. الله يهديك يا صهري على هالعملة. حرام، اتركها تروح عن بيت حماها، شو عليه؟ ما بصير يا مرت عمي، ما بصير. هذا كان بيت حماها وهلا بطل، خلصنا من هالطابوسة، شو أخذها هنيك؟ اف وبعدين الله يكون بالعون، انت ناقص رويدة وقصص رويدة. لك آخ يا مرت عمي آخ، الله وكيلك انت فخ قلبي. صهري مريني مرت عمي. شو رأيك تجوزها وتريح حالك؟ ايه ابن عمي، جوزها لرويدة. يا ريت، هو انا طالع بيني شي. الحق معك تقبرني، المشكلة إنه أرملة، البنات ما عم ينفقوا، كيف الأرامة؟ قلتك أرملة. صهري شو رأيك أحكي لك مع صفوان؟ بركي ها بركي بيرضى يتجوزها. صفوان؟ إيه يعني إذا تجوزته بركي بتجيب لها شقة ولا، منه بتلتهي فيه ومنه بترتاح شوي. يا ريت أخي صفوان يقبل يتجوزها. مرت عمي هلا صفوان هو قال لك انه له خاطر برويدة؟ لا تقبر، هو ما له خاطر لا برويدة ولا بغيرها. بس يعني انت اذا بدك انا بخليه يطابق معنا، شو رايك؟ ليش لا؟ صفوان شاب قبضاي ومعدل ومن لحمه ودمه. يعني احكي معه؟ ايه مرت عمي احكي معه. بس والله خايفه. من شو خايفه؟ يعني يقوم هو يقبل يتجوزها وهي ما توافق تتجوزه، ما بدي يصير معه مثل هذيك المرة، ما بدي. لا لا، هاي المرة غير هذيك المرة مرت عمي، هاي المرة أنا الآمر الناهي بالموضوع، شيء أنا ولي أمره. إي يعني احكي وقوي قلبي. إيامو احكي احكي أنت مع صفوان، ونحن هون بنقنع على رويدة، إي ولا يهمك. أنا بدي أسمعها من جوزك، هو الرجال، هو صاحب الحل والربط. شو اللي بتقدر؟ مرت عمي، قلنا لك احكي. أنا الآمر الناهي شيء. أختي أنا بعرف إنك زعلانة وأخذ على خاطرك، بس ما قدرت أمسك حالي، فار دمي. الله يسامحك. من قلبك؟ إيه. أنا جايبك لأحكي معك بموضوع كتير مهم وبدي إياك تفكري فيه منيح. خير شو في؟ أختي
مثل ما بتعرفي انت صرتي حرمه ارمله، والارمله بينجابها معدله بالحكي كثير. ها انا لا تحكي شيء، اسمعيني وبعدين احكي. انا عم بقول تتجوزي على سنه الله ورسوله، بلكي الله بيكرمك بخلفه وبيهدى بالك وبيهدى بالنا. اخي انا ما بدي اتجوز. لك يا اختي الله يرضى عليك، اسمعي للاخير. اسمعي، صفوان ابن عمك رايدك على سنه الله ورسوله. لك اخي كرمال الله، انا من بعد وضح معه فكر برجال كله. يا اختي وضح الله يرحمه. لك اخي اذا بتقطعني شقف ونتف وبتخلط لحمي مع لحمه، لحمي رح يبعد عنه. يعني صفوان خص نص؟ لا، كل رجال الدنيا. لك يا اختي صفوان ابن عمك رايدك، وكان خاطبك وكاتب كتابه عليكي، ولو ما سالم بي كان لازمه بهي سلمى، كان هلا متجوزك وعندك منه اولاد. برحمه روح ابوك تحت التراب. الله يخليك لك اخي، لا بقى تجيب لي هالسيره. شو هالحكي؟ اسمعي لقلك، بدك تتجوزي ورجلك فوق راسك وصفوان ما غيره. رح بتركك يومين بتفكري منيح وبدك تقولي لي ايه، واذا قلتي لا راسك هاد شايله من محله. جيناكم يا أهل الدار، جيناكم كبار صغار، جينا وما لقينا لا دار.